ازيكم يا سنة تانية؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم زميلتكم فاطمة عماد، فرقة تالتة من لجنة الاناتومي. يعني هشرح معاكم النهاردة جزء يعني لا بأس به من عمل الاناتومي، وزي ما بيقولوا كده فاضل على الحلو تكة. هنخلص العمل السي ان اس، هنحس ان احنا بني ادمين وهنخش في الكلينيكال والدنيا زي الفل وبيس وتمام، يعني هنبسط فنتك على نفسنا بس اليومين دول والدنيا تبقى تمام. طيب هناخد ايه دلوقتي في الجزء دوت؟ هناخد البيزل جانجليا، وفي نفس الوقت هناخد الكروس سيكشن للبرين، وهناخد الفيتشرز اللي فيه اغلبها يعني، وفي نفس الوقت هنسكن بعض الحاجات اللي مش موجوده في الكوندم بتاع البيزل جانجليا في قلب الجورزن موجوده. تمام تمام طيب هنبدا باول صوره للبيزل جانجليا. البيزل جانجليا عباره عن ايه؟ عباره عن جراي ماتر موجوده في قلب الوايت ماتر للبرين. تمام، في اي منطقه في البيز؟ طيب بتتكون ايه؟ بتتكون من جزئين. اول حاجه الهيد اوف كودي الاودرم، بتتكون من الكوربس ترايتم والاماجدولايت نيوكليوس. طيب الكوربس ترايتم دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين، برضو حاجتين اتنين، الكوديت نيوكليوس و البيوتامين او اللينتيفورم. اظن لا، اللينتيفورم. اللينتيفورم ديت اللي بتتكون من الجلوبس بيلوس والبيوتامين، يبقى بتعبر عن ايه؟ عباره عن الكوديت واللينتيفورم. تمام تمام وايه تاني؟ والاميجدالويد. طيب الكروبس استرياتم دوت بيتكون من الكوديت. الكوديت نيوكليس عباره عن هيد بادي وتيل، والتيل ماسك في الاميجدالويد. يبقى عباره عن ايه؟ هيد وبادي وتيل، والتيل ماسك في الاميجدالويد. طيب اللينتيفورم نيوكليس عباره عن جزئين، جزء اسمه البيوتامين ودوت الجزء اللاترال الغامق وهنشوفه في الكروس سكشن، وفي جزء اسمه الجلوبس بيلوس ده برضو الجزء اللي جوه الصغير الفاتح شويه. يبقى تمام تمام. طيب ليها علاقه برضو بالسلامس. السلامس بيبقى بالنسبه لها ميديا اللي جوه شويه، فده السلامس، ودي هنا البيزل كانجليا كلها على بعضها. تمام تمام. يبقى تاني خدنا الكوديت هيد بادي تيل ماسكه في الاولاد نيوكليس المسؤوله عن السكشوال بيهيفير والسميلك سنسيشن يعني وبعض الحاجات التانيه. طيب وخدنا ايه تاني؟ خدنا اللينتيفورم نيوكليس بتتكون من البيوتامين والجلوبس بيلوس. طيب هناخدها في صوره تانيه بشكل احسن اوضح، ادي اوضح شويه معانا، هنوضحها تاني. ادي الكوديت هيد بادي تيل الاميجدالويد، وادي السلامس، وادي اللينتيفورم بشكل اوضح وجميله جدا اهي. البيوتامين ده الجزء الاكبر واللاترال والاغمق، والجزء اللي جوه اسمه جلوبس بيلوس ودي بقى اصغر في الحجم وافتح منها شويه. عرفنا هما مرتبطين زي مرتبطين بدي، يعني ديت الرابطه بينهم، هما الاثنين مش ماسكين في بعض ادهيرتد قوي، لا ادهيرتد في جزء معين، وبيبقى اصلا حته كده ايه بكليب، بيبقى بزاويه ايه بكليب، مش تماما. تمام هناخد الكروس سيكشن للبرين، هناخدهم بس كده بالراحه. اول حاجه اللي احنا خدناهم ادي الهيد بتاع الكوديت، ادي الهيد الخاص بالكوديت نيوكليوس، وكأن الكيوديت ماشيه معايا كده، نخيل كده ان هي ماشيه لحد ما بقى ليها تيل هنا، ادي التيل بتاع الكيوديت نيوكليوس. تمام تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا اللينتيفورم نيوكليوس مكونه من الجزئين، ادي الجزء الغامق والكبير اسمه بيوتامين، ادي الغامق والكبير، والجزء الاصغر وافتح شويه اسمه الجلوبس بالولس. طيب تمام تمام. عايزين بقى ناخد حبه استراكشر ما بينهم شويه. عندنا هنا السلامس، عارفين ان هي تبقى ميديا ليها، هي فعلا ميديا في خط المنتصف تقريبا اصلا، وفي بينهم ايه؟ مسافات. عندنا المسافه ديت والمسافه ديت والمسافه دي. طيب قبل ما ناخد المسامات نعرف ايه اللي ما بين المسافات. اول حاجه في هنا ستراكشر او مثل ستراكشر، ده عباره عن فراغ بيبقى جواه زي ما يكون كده الجيري والسلقاي اسمه الكليستريديوم. الكليستريوم عذرا يا بنات، الكليستريوم. تمام اللي ما بينهم، عذرا بس هكمل لكم تاني، اسف على التقطيع. خدنا دلوقتي الكيوديت هيد، الكيوديت هيد والتيل، وتخيلناها ازاي
وخدنا السلمس وخدنا الانتيفورم نيوكليوس وخدنا الكولستريوم، وهناخد برضو منطقة في قلب الهيمسفير تبقى كده موجودة كأن دفنت لوب جوه الهيمسفير او دفنت جزئية منها. ادي جري ماتر مدفونة جواها دي فاسمها الانسولا. طيب ما بين الهيد اوف كيوديت والسلمس وبين الانتيفورم نيوكليوس في منطقة اسمها انترال كبسول، وهنا في حاجة اسمها external كبسول، وهنا حتى المنطقة دي بالذات بقى اسمها extreme كبسول. يبقى تاني عندنا الانترال كبسول والاكسترنال كبسول والاكستريم كبسول، تمام. ودي مكتوبة فعلا في قلب البيانات لو خدنا بالنا. ادي الانترال كورتكس الانسولا هيت والاكسترنال كبسول فعلا في النص والسلمس والتيل اوف كيوديت، وتقريبا برضو ما ذكرش الاكستريم كبسول بس احنا نعرفهم باب العين المشين. طيب ناخد بقى اول جور هنسكن مع بعض كده ونحاول نبلعه. طيب حرف الواي اسمها البس هيبوكامبس، حرف الواي بس هيبوكامبس، هنقعد نسكن مع بعض كده ونحفظ بس هيبوكامبس. طب وحرف التي، التي الكراس اوف ذا فورنكس، الكراس اوف ذا فورنكس. طيب والاكس، الاكس inferior head of the lateral ventricle، inferior head of the lateral ventricle. واليو البوستيرور هيد اوف ذا لاتر فينتريكل. بنحفظ تاني اول حاجه الواي بس اوف هيبوكامبس، بس هيبوكامبس، بس هيبوكامبس. طيب والتي الكروس اوف ذا فورنكس، الكروس اوف ذا فورنكس، الكروس اوف ذا فورنكس. والاكس، الاكس الانفيرور هيد اوف ذا لاترال فينتريكل، وتاني بقى البوستيرور هيد اوف ذا لاترال فينتريكل، يبقى انفيرور هيد وبوستيرور هيد. الار الكالكرين سالكس، الكالكرين سالكس، واصلا يبقى تكمله تقريبا من الميديا سيرفيس اسمها الكالكرين سالكس. يبقى تاني نحفظه اول حاجه، وحرف الزد مش باين قوي والله في الجار ده، هنشوفه جار تاني هيبقى موجود ان شاء الله. طيب تاني الواي هيبقى البس هيبوكامبس، والتي الكراس اوف فورنكس، والاكس الانفيرور هيد اوف ذا فينتريكل، واليو البوستيرور هيد اوف ذا لاترال فينتريكل، والار الكالكيريان سالكس، وازاي عرفت شفتها الهيبوكامبس او مكانها فعلا هنا كده، ادي دي الهيبوكامبس. يبقى زي، يبقى تاني اول حاجه البس هيبوكامبس، وهنا الهيبوكامبس كراس اوف ذا فورنكس، الانفيرور هيد اوف ذا لاترال فينتريكل، والبوستيرور هيد اوف ذا لاترال فينتريكل، والكالكيريان سالكس كالكيريان. الجور اللي بعده بقى نحفظهم مع بعض، تمام. اول حاجه هناخد حرف الاي هيبقى وايت ماتر، حاجه اسمها الكرونا رادياتا او راديشن، ادي حرف الاي. طيب والبي، البي البوستيرور لمب اوف ذا انترنال كبسول، هو في الانترنال كبسول اصلا عشان خاطر نعرف بس البوستيرور لمب والانتيرور لمب، هناخده تاني عشان ما كانش موجود. بس ادي الانترنال كبسول ليها انتيرور لمب وبوستيرور لمب وجنو، يبقى انتيرور لمب وبوستيرور لمب وجنو هنلاقيها برضو في جروت. ده اجزاء مين؟ الانترنال كبسول. فنرجع تاني للجور هتلاقي بيقول حرف البي هو البوستيرور لمب اوف ذا انترنال كبسول، وقلنا الايه الوايت ماتر للكورنر راديتا او راديشن. طيب الدي، الدي البادي اوف ذا كوديت، الحمد لله طلع في حاجه من المنهج البادي اوف ذا كوديت. طيب والاي، الاي السلمس، والبلو لاين احنا ملناش دعوه بالبلوين، هي فامبرلا ممكن يكون البلوين هو ده لوحده، ده ممكن مش عارفه والله. الجي الفرونتو برايتال اوربيكولم، اللي هي حرف الجي الفرونتو برايتال اوربيكولم، ادي جزئيه من الفرونتو والبرايتال ما بينهم اوربيكولم. طيب والاتش، الاتش السوبرافيشال ميديال سيريبرال فين، او احنا ممكن اصلا نعمله باختصارات الاس ام سي فين، والبوستيرور في البوستيرور ريم اوف ذا لاترال سيركس. تاني يبقى اسمه ايه السوبيريور، سوبيريور يعني سوبرافيشال على الوجه خالص،
بين الميدل، الميدل لانه فعلا في النص احنا قلنا ايه ما بين البرايتو والفرونتال، فتلاقي حاجه في النص، يبقى دي سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين، ده في اي حته في الجزئيه في البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال سيركس. طيب وحرف الاي، حرف الاي اللي هو دوت الكريستريديوم، هتلاقي فعلا الكريستريديوم موجود كده، الكريستريديوم عشان يبان اكتر اللي هو هنا كده تمام. طيب والجي الانسولار بارت اوف ذا ميديا سيريبرال ارتري، واخد جزئيه من الارتري سبحان الله اللي هو ماشي في قلب الانسولا، واباف ات ميد ديب ميدل سيريبرال فين، هنبلعها برضو يا جماعه والله معلش. يبقى تاني في الجزئيه دي ماشي فين؟ لا الانسولار بارت، يعني الانسولار بارت من انهي فين، من انهي ارتري بالظبط؟ الميدل سيريبرال ارتري، ده موجود في الانسولا. طيب وفوقه مين بقى؟ لا قال لك فوقه الديب ميدل سيريبرال، يبقى خدنا الانسولار بارت من ميدل سيريبرال ارتري وخدنا الديب ميدل سيريبرال فين فوقيه. طيب الكي تيل اوف ذا كيوديت، ادي التيل، يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا البادي اللي هو الدي وخدنا التيل اللي هو الكي. طيب ال الهيبوكامبال جايروس كفرد باي الافينو الافيدوس، وعندنا البلو تريانجلر، انا والله العظيم ما عارفه فين البلو تريانجلر، احنا ممكن يعني نخمنها ما اعرفش. العفو الريد بوينت، الريد بوينت اللي هي الانتيفورم نيوكليوس، هي فعلا جنب الكيوديت وجنب الثلامس، فتلاقيها موجوده هنا لاترالي شويه. يبقى تاني A وايت ماتر، A وايت ماتر، B البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول، D البادي اوف ذا كيوديت نيوكليوس، E الثلامس سهلين خالص، ال G الفرونت وبرايتال اوربيكولا، وال H ده جايب انهي فين بالظبط؟ السوبرفيشال ميدل سيريبرال فين، في انهي منطقه في البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال سالكس. طيب الاي، الاي قالك الكوليستريوم، الكوليستريوم اللي هو فعلا موجود بالمنظر ده كده تمام. الجي لا ساب الانس الانسولا وجاب لك الفين، بس احنا هنبلعه شويه نقول سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين في سوري الانسولار بارت اوف ميدل ارتري فوقه الفين. بتاني معلش الانسولار بارت اوف ميدل سيريبرال ارتري فوقه بقى اباف ات ديب ميدل فين. طيب الكي، الكي التيل، ادي معانا البودي وادي معانا التيل، وال الهيبوكامبال غير جافرد باي الابلس، ادي ال الهيبوكامبال عند الهيبوكامبس تمام. نخش في الجور اللي بعده، الجور اللي بعده هناخد حرف التي التيبتم اوف الكوربسكيل او كالوزم التي. يبقى تاني التي هو التيبتم جاي من تي، تي تيبتم، تي تيبتم في الجور اللي تلاقي عامل فيه زي ما يكون فيه كمتريه كده بالظبط، او اسمها ايه دي مراره الجول بلادر، يبقى التي هي التيبتم. طيب والفي، الفي قال لك beginning of the inferior horn للاترال فنتريكل، البيجنينج بتاعه. الاكس، الاكس التيل اوف كديت نيوكليس، بما ان التيل موجود يبقى هنلاقي الهيد. طيب والدبليو التيلا كورديا اوف لاترال فنتريكل، التيلا كورديا اوف لاترال فنتريكل، فين الدبليو؟ دبليو التيلا، التيلا كورديا اوف لاترال فنتريكل. طيب والواي، الواي التريجون اوف لاترال فنتريكل، المنطقه دي اصلا الكمتريه او الجول بلادر دي لاترال فنتريكل، يبقى خدنا التيلا كرويد بتاعتها اللي هي حرف الدبليو في لاترال فنتريكل، وخدنا التريجون اوف لاترال فنتريكل اللي هو حرف الواي، وحرف الزي الميد فرونتال جايروس، يبقى الميدل او الميد فرونتال، الميد فرونتال جايروس عظيم والله ما اعرف هو ميدل ولا ميديال، بس اعتقد كده ميديال، كده ميديال، ميديال فرونتال جايروس، انه فعلا داخل الناحية جواها. يبقى تاني حرف التي قلنا تي في العامل شبه المرارة دوت اسمه تبتم اوف ذا كوربس كالوزم. طيب والفي، الفي البيجنينج بتاع مين؟ الهورن اوف لاترال فنتريكل بروف. طيب والاكس، الاكس التيل اوف كيوديت، معانا حاجه الحمد لله من اللي احنا شرحناه، والدبليو التيلا كورديا اوف لاترال فنتريكل، وما ننساش برضو ان معاه التريجون اوف لاترال فنتريكل، الاثنين دول اخوات ودي اصلا منطقه اللاترال فنتريكل. ومعانا حرف الزي الميديال فرونتال جايروس. نخش في الجور اللي بعده دوت بيتكلم عن البوستيريور اسبيكت للكروس سكشنال، احنا بناخد كروس سكشنال ممكن ناخده بشكل
اما كرونال شكل يعني عرضي او طولي، فده واخدها من بشكل من الاخر خالص من بوستيرور للبرين. طيب هناخدهم واحده واحده. حرف الواي بيبقى السينيجولم، ده السينيجولم. حرف الدي التبتم، التبتم اللي احنا قلناه هناك، ادي التبتم اهو، والتبتم فعلا بيبقى موجوده على حرف اللاترال فنتريكل. حرف الدي التبتم. طيب حرف البي الاوبتيك راديشن، الاوبتيك راديشن بتبقى موجوده بالشكل ده كده في الكروس سكشن، بتبقى موجوده كده اوبتيك راديشن، اوبتيك راديشن على طول البرين كله، سواء قطعناه بقى بوستيرور انتيرور او في الميدل، دي اسمها الاوبتيك راديشن، بتبقى خطوط كده ماشيه كده. تمام، يبقى اول حاجه ادي التبتم عارفين هو موجود على الترابنتل، وادي الاوبتيك راديشن، ومعانا السنجولم. طيب الايه الانفيرور لونج باندلز، الانفيرور لونج باندلز الموجوده اللي لها علاقه بالاوبتيك راديشن برضو، ليها علاقه بالاوبتيك راديشن. طيب الاف، الاف الكولاترال سلكس، الاف الكولاترال سلكس، الكولاترال سلكس. طيب الجي الدنديت جايروس، الجي الدنديت جايروس، الدنديت يعني مسنن، دنديت نعلمها كده الدنديت. طيب الاي الافيوس، الالفيوس، الفيوس، الفيوس، حاضر الالفيوس، ادي الاي. طيب والفي الاسترياتير، الاسترياتير، اعتقد ده اختصار، معلش اصل انا بقالي كتير قوي ما راجعتش سي ان اس. يبقى تاني نحفظهم مع بعض. حرف الواي السنجولم، سنجولم، سنجولم واي. طيب الدي على الحرف اللازم ميديكال يبقى ايه، يبقى تبتم، ودي الاوبتيك دي شايف مش وحدها، ومعاها في الاخر اللونج باندل بتاعتها او الانفيرير لونج باندل. طيب خلاص خلصنا دول، خلصنا دول. نيجي على الاف، الاف اللي ايه واللاترال سالكس، والجي الدنتيت الابو سنين، جي عندها سنين، جي جي عندها سنين. طيب والاي، الاي الاي الالفيوس، الاي كانت حاسه شبه ال، فنعلمها مع ال الموجوده في ان الالفيوس. طيب والبي الاستريا تير، استريا تير. الجور اللي بعده، الجور اللي بعده هنتكلم فيه حاجه بسيطه خالص. اول حاجه حرف الايه هناخد فيه السوبيريور فرونتال جايروس، السوبيريور فرونتال جايروس كلكم عارفين طبعا السيرفس اندوم بتاع الهيمسفيرز الجايروي والصلصال، فالايه هي سوبيريور فرونتال جايروس، والسي الميدل فرونتال جايروس، الميدل فرونتال جايروس. يبقى اول حاجه اصلا سوبيريور وميدل وانفيريور معروف، ادي سوبيريور وادي الانفيريور وادي الميدل، سهلين. طيب معانا واحد الهيد اوف كيوديت، رقم واحد اللي احنا شرحناه في قلب المحاضره كلها او في قلب العمل، الكيوديت رقمه. طيب والاي، الاي الانتيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول، خدناه قبل كده مره الانتيريور لمب بيبقى كده، وبعد كده ناخد الجنوب، بعد كده البوستيريور لمب. طيب الاف البيوتامين، البيوتامين لو قلنا في اقوال اخرى ادي سوبيريور وانفيرير وميدل، ميدل ايه فرونتال جايروس، جايروس افتكر ان هم جايروي، هم دول جايروي مش سلكاي، لا جايروي على بعضهم. طيب عرفنا الواحد ايه، الحاجه اللي احنا خدناها في الاول اول الفيديو الكيوديت او الهيد اوف كيوديت نيوكليس، وهنا البيوتامين جزء من اللينتيفورم. طب ما بينهم ايه، ما بينهم الانترنال كبسول هما والثالامس كمان، فدوت انهي لمب فيهم، الانتيرو لمب اوف ذا انترنال كبسول. طيب تمام. الجور اللي بعده هناخد فيه برضو، هناخد فيه الوايت ماتر اللي ما قلناش غيرها، ادي اصلا عامه عندنا جراي ماتر اهي اللي هي موجوده على الاطراف اللي مسؤوله عن نسبه الذكاء، وكل ما واحد يبقى عنده لغات اكتر والحوارات اللي احنا بناخدها في حوارات الانشاء والعلوم ديت، ادي جراي ماتر، وادي الوايت ماتر اللي هي حرف ايه، حرف الاو. طيب التي، التي البادي اوف ذا الكيوديت، البادي اوف ذا كيوديت البادي بتاعها. طيب والاثنين، الاثنين ترانك اوف ذا كوربس كالوزا، ترانك اوف ذا كوربس كالوزا بيدين الار وايت ماتر، والاثنين ترانك اوف ذا كوربس كالوزا، والتي بادي اوف ذا كوديت، كوديت. طيب واحد واحد السلمس، ادي خدنا السلمس وخدنا البادي، هنشوف الحوار هيرسى عليه دلوقتي، وبعد كده ادي الانتفورم تمام كده صح، وثلاثة اكيد الهيبوكامبس، هيبوكامبال غير، هيبوكامبال غير. طيب والال، ادي التيل، يبقى احنا خدنا البادي والتيل، وخدنا هنا بقى السلامس، وهنا اللينتيفورم نيوكليس. يبقى احنا خدنا تاني البادي والتيل، وخدنا هنا السلامس، وخدنا هنا اللينتيفورم نيوكليس، وبينهما اكيد هيبقى الانترنال كبسول. برافو.
طيب والاس الكولاترال امينس، الاس الكولاترال امينس، وتلاتة تلاتة الهيبوكامبال جاير تمام، ودي وايت ماتر، ودوت لما نسوش اسمه ترانك اوف ذا كوربس كالوزم. ايه خدنا بادي اوف كوديت، وبعد كده خدنا التيل اللي هو حرف ال ال، وخدنا السلامس، السلامس اللي هي واحد، واليو ديت عبارة عن الانتيفورم نيوكليوس، وتلاتة هيبوكامبال جايروس، والاس عبارة عن كولاتر امينس، وما ننساش الوايت ماتر وترانك اوف كوربس كالوزم. هنا بقى هناخد الاوبتيك راديشن اللي احنا قلنا لسه شرحها من شويه ان هي عباره عن كده، بتبقى عباره عن نيرفس او باندد نيرفس، نيرفس ماشيه كده بشكل كده ستريتم ستريتم ستريتم، اسمها ايه اللي هي حرف البي، اسمها اوبتيك راديشن. وايه تاني؟ وبعدها حرف السي اللي هو بيقول انفيرير لونجيتودنال باندل، انفير لونجيتودنال باندل، يبقى هو ده ديت السي، حرف السي هو الباندل المكمله للراديشن، عشان نقول عباره عن استرايتم ماشيين ورا بعض جنب بعض كده الاوبتيك راديشن. طيب وحرف الدي، حرف الدي عباره عن التبتم اوف كوربس كالوزم، هو التبتم فعلا بيبقى موجود عند اللاتر ميديكال، هو ده حرف الدي. طيب حرف الاي البالب اوف بوستير هورن اوف لاترال فنتريكل، وديت باي فورسيبس ميجور، ده جزء موجود عندكم هتاخدوه في المنهج او خدتوه فورسيبس ميجور دوت. ما علينا، المهم عندنا الاي، الاي زي ما كده تحس حرف الاي كده شخص قلبوز، نقول عليه بالب، بالب يعني حاجه ايه بالجي شويه او بالبي. اوف بارت اوف هورن لاترال فنتريكل، يعني هورن، هورن يعني ارض، ولاترال فنتريكل احنا مشيها برضو والله فعلا يا جماعه التسكيمات، الاي لها قرنين اهم فنسميها ايه بالب ومقلبزه، يبقى بالب اوف بوستيرير هورن للاترال فنتريك باي ايه الفورسيبس ميجور. طيب حرف الاف الكالكال ايفس، كالكال ايفس احفظوها كده خلاص ان احنا فعلا ما خدناهاش غير في الجرود، الكالكال ايفس. طيب حرف الجي الكولاترال امينس، ده احنا خدناه قبل كده في الجرود اللي فات، يبقى تاني هنرجعهم بالروحه، يبقى حرف البي اوبتيك راديشن، السي انفيرو لونجيتودن الباندل تكملة ليها، طيب وحرف دي التبتم الموجود على حرف اللاترال فنتريكل، وحرف الاف كالكر ايفس، كالكر ايفس، وحرف الجي كولاتر امينس، والكلبوزن اللي بقى لنا المين اللي هو البلب ابو قرون البوستيرور، يبقى بلب بوستيرور هورن اوف لاترال فنتريكل، اني فنتريكل لاترال فنتريكل هو ده اللاترال فنتريكل، والتبتم بيبقى موجود عليه. هناخد الجار اللي بعده ال W trunk of corpus callosum، خلاص عرفنا ان corpus callosum موجودة في المنطقة شبه دي. طيب وال X ال head of caudate، يبقى بفرج اللي ادي head of caudate، خدنا حاجة من اللي احنا خدناه في الاول. طيب هناخد بقى هنا ايه ال Z البيوتامين، حرف ال Z اللي هو البيوتامين، والبيوتامين بيبقى شكلها حرفيا كده، شكلها كده بجد جزء كده ومكمل معها بقى ال globus pallidus، يبقى دي البيوتامين. طيب ما بين ال الهيد اوف كيوديت والبيوتامين عرفنا المنطقه دي اسمها ايه، اسمها الانترنال كبسول، فالانترنال كبسول ادتنا منها الانتيريور ليمب، بسم الله ما شاء الله عليه، يبقى سهل خالص الجار دوت. اول حاجه دبليو نحفظها كده الترانك اوف ذا كوربس كالوز، كوربس كالوز. طيب والاكس الهيد اوف كيوديت نيوكليس، وحرف الزي البيوتامين بارت من الانتيفورم نيوكليس، وحرف الواي الانتيريور ليمب اوف ذا انترنال كبسول. تمام الحمد لله خلصنا الجار دوت، نخش على الجار اللي بعده زي ما فيش اي حاجه. حرف الاكس هنقول الانفيرور فرونتال جايروس، طيب ادي هنا السوبيريور، وادي الميدل، وادي الانفيرور الجايرال اللي هو اسمه جايروس، يبقى الانفيرور فرونتال جايروس. طيب وهنا حرف الرقم 6، رقم 6 عذرا، هيبقى الهيد اوف كيوديت، ادي الهيد اوف كيوديت، و8 اكيد البيوتامين، و7 نفس الجار اللي فات هيبقى الانتيريور ليمب اوف ذا انترنال كبسول، بس مفيش كلام تاني، خلص الكلام كده. طيب حرف رقم 2 اسمه ايه، اسمه الميديان لونج فيشر، الميديان لونج فيشر ده اللي قاسم ما بين التو هيمسفيرز او النصفين النصفين الرويان للمخ، اسمه ايه، اسمه ميديان لونج فيشر او لونجيتودنال فيشر. طيب حرف الدي، حرف الدي اللي انا شخبطت عليه دوت سينجوليت جايروس، سينجوليت جايروس ده موجود في الميديال سيرفيس للهيمسفير، يبقى خدنا دلوقتي ايه، خدنا الفشر العظيم بتاعنا اللي قسم اعظم جزئيه ربنا خلقها وعظم بيها الانسان على وجه الارض اللي هي المخ، قسمها لنصين
وده اكيد لحكمه. طيب وحرف الدي سنجوليت جايز موجوده في الميديال سيرفيس. حرف الايه ترانك اوف كوربس كالوزا محافظناه موجود هنا ترانك اوف كوربس كالوزا. حرف الار الار مش عارفه وظهر فين ميديال فرونتال جايرس او الميديال فرونتال جايرس. ادي السوبيرور وادي الميديال وادي الميدل وادي الانفيرور ده لاترالي. احنا بنتكلم على الميديال دلوقتي واللي هو حرف الار اللي لونته كل ده ده الميديال ميديالي. يبقى حرف الار الميديالي ميديال فرونتال جايرس ميديال فرونتال جايرس. عذرا على البدل اللي احنا بديناه في الجار دوت يلا يكشي ولا الجار يا رب. الاثنين لونجيتيودنال الميديال لونجيتيودنال الفيجر الفيشر العظيم. وحرف الدي السنجوليت جايروس. طيب وحرف الار قلنا الميديال فرونتال جايروس ميديالي اهو سواء كان هو مع سنجوليت ومن اثنين ميديال. طيب حرف الاي قلنا ترانك اوف كوربس كالوزوم ده محفوظ. حرف البي الروستر اوف كوربس كالوزوم كوربس الروستر كالوزوم. حرف الاي والبي بعدها على طول ايه ادي ترانك وادي ايه الروسترم الروسترم اوف كوربس كالوزوم. طيب حرف الكي الانتيرور اند اوف ذا لينتيفورم ده اللينتيفورم النيوكليس اني اند فيها الانتيرور ولازم يجود اكتبوا اند اوف ذا لينتيفورم او اللينتيفورم يعني لو افتكرتوها ان شاء الله تفتكروا كل حاجه ما تخافوش. حرف البي البارا تيرمينال جايرل البارا تيرمينال اصلا المفروض هنا التيرمينال جايرل وده البارا ما قبل التيرمينال جايرل. طيب وحرف الدبليو الميدل جايرل فرونتال جايرل احنا قلنا فيها ادي السوبيرور وادي السوبيرور ادي الميديال وادي الميديال ادي الميدل وادي الميدل وادي الانفيرور وادي الانفيرور. يبقى تاني الاثنين الميديال لونج فيشر الدي سنجوليت جايروس ده ميديالي والار الميديال فرونتال جايروس والاي ترانك اوف كوربس كالوزوم والبي الروسترم الاثنين. طيب الكي اللينتيفورم او الهيد اوف ذا لينتيفورم البي بارا تيرمينال بارا تيرمينال جايروس. طيب والدب الدبليو الميدل فرونتال جايروس السي حرف السي اهو يا فرج الله ده في ما له علاقه بالانترنال كابسول انهي جزء فيهم الانتيرو لمب احنا اصلا لحد دلوقتي ما خدناش ولا بوستيرو لمب يبقى الانتيرو لمب. تمام هناخد كده بقى يبقى اعتبرنا خلصنا. احب بقى اوضح لكم حاجه ان انا ما شرحتش اغلب الجرات لان هم شبه بعض يعني في جار مثلا جار زي مثلا 36 في منه 5-6 صور وجور 27 في منه 3 فانا شرحت المهم ولو حد عايز اي حاجة يتشرف يسألني بس كده. شكرا اتمنى بس يا رب اكون ما تقلتش عليك.